نعرف تحليل أو نعرف رأي من الأستاذ سعيد عكاش الخبير مركز الأهرام دراسات السياسية والاستراتيجية. مساء الخير أستاذ سعيد. مساء الخير أستاذ عزة، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، أهلا بك أستاذ سعيد. الحقيقة زين نتكلم مع حضرتك في كذا نقطة. ماذا يحمل وزير الخارجية الأمريكي من رسائل إلى إسرائيل صباحا، وردود الفعل الإسرائيلي، وحضرتك متابع لهذا الملف شايفها إزاي؟ أعتقد أنه الزيارة دي كانت مناسبة جدا لأنها أتت بعد أحداث غزة الساخنة، صدام بين إسرائيل وحركة حماس في غزة. أدركت الإدارة الأمريكية أهمية التحرك بشكل مكثف لفتح ملف التسوية، والرئيس بايدن كان في أثناء حملته الانتخابية قد وعد بسحب صفقة القرن وطرح مشروع جديد يراعي طلبات الفلسطينيين فيما يتعلق بحقوق السيادة في أراضيهم. إذا أعتقد أنه بلينكن عندما أتى إلى القاهرة هو يدرك أهمية الدور المركزي لمصر في هذه القضية وفي المنطقة بأكملها، وكان لابد من بداية التحرك أنه يسمع وجهة النظر الإسرائيلية ثم يستمع أيضا إلى وجهة النظر المصرية التي تدعي الحقوق الفلسطينية. ما زال اليمين الإسرائيلي هناك يكابر ولا يريد أن يطلق عملية سلام. دي ردود الأفعال، دي ردود الأفعال اللي حصلت النهارده بعد الزيارة. في حذر إلى الآن، هم يتحدثون عن أنه جولة من استطلاعية ليست يعني فيها أي حديث عن مشروعات كبيرة في المنطقة، لكن هي الجولة استطلاعية بالنسبة لبلينكن باعتبار أنه هو دي أول زيارة يقوم بيها في المنطقة بعد تولي منصبه. لكن في نفس الوقت هناك يعني تخوفات من أنه أي مشروع أمريكي سيطلق ربما يؤدي إلى انقسامات في الداخل الإسرائيلي، على الرغم ده على الرغم من أن كل التصريحات الأمريكية في الحرب الرابعة الحقيقة الحادثة من الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، كل التصريحات في صالح إسرائيل وليست في صالح المواطن الفلسطيني، ومع ذلك هناك تخوفات. بطبيعة الحال لأنه الموقف اللي اتبنى عليه موقف الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب كان في بعض الوجهة، لأنه كان بايدن بيقول كانت الضربات بدأت من جانب حماس فأصبح هناك مشروعية للدفاع وده عن النفس من الجانب الإسرائيلي، لكن ده منفصل تماما عن رؤية الإدارة الأمريكية لفكرة التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وكان زي ما قلت بايدن طارح ده من أثناء حملته الانتخابية وقبل ما يتولى منصبه، وبالتالي النهارده عشان تعمل ده الدور المصري مش بس في الملف ده، في ملفات عديدة، والمكالمة اللي تمت بين الرئيس بايدن والرئيس عبد الفتاح السيسي مكالمتين في أقل من أسبوع كانت تكلم على إعادة محاولة التهدئة في المنطقة بالكامل، وخاصة في الملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وأيضا في ملفات أخرى مثل ليبيا وشرق المتوسط وسد النهضة وغيرها. إذا اللقاء اللي بيتم النهارده حتى لو نقش في إسرائيل فقط مسألة أن يسمع وجهة نظر إسرائيل في ماذا يمكن أن يقدموه في التسوية، هو جاي في مصر بيتكلم في أربع أو خمس موضوعات مش موضوع واحد فقط. طيب ما زال هناك تحفظ من الجانب اليمين المتطرف الإسرائيلي تجاه الطرح الأمريكي. تحرك بعد هو إلى الآن حذر، يعني هو مش دائما الإسرائيليين ما بيخشوش صدام مع الإدارة الأمريكية إلا لما يبقى الموضوع على الطاولة بالفعل، يعني تحط على ترابيزة ويتناقش. قبل كده هو بيقولوا دي مجرد أفكار يمكن أن تتعدل يمكن أن تتغير وفقا لوجهات النظر في المنطقة، لكن في الوضع الحالي هم بيشوفوا الزيارة بتأتي في عقاب زخم كبير في المنطقة بأكملها وعقاب عدم استقرار يهدد المنطقة بأكملها. إذا هم مدركين لأهمية الزيارة، لكن في نفس الوقت متخوفين من أنه لدى إدارة بايدن مشروع ويمكن أن يشكل أزمة لليمين الإسرائيلي لا يريد دولة فلسطينية، اليمين الإسرائيلي لا يريد منح الفلسطينيين حقوق سيادة حتى لو أبى قبل بوجود كيان فلسطيني، يعني في مشاكل كبيرة قد تؤدي إلى انقسامات داخلية في إسرائيل وحدثت حتى أيام صفقة القرن ليست بالأمر الجديد. صحيح صحيح. طيب تحرك وزير الخارجية الأمريكية إلى رام الله وجلس مع أبو مازن، ماذا تتوقع؟ ما هو إحنا كده الزيارة كما فهمت من حضرتك لإسرائيل محاولة لتثبيت الوضع على ما هو قائم ب يعني الهدنة أن تستمر وتثبيت الوضع الحالي. ماذا تتوقع من ردود أفعال تجاه زيارته ولقائه مع أبو مازن؟
بطبيعه الحال ايضا يعني السلطه الفلسطينيه اصبح الان دورها مطلوب في المنطقه بعد الازمه الاخيره. الحديث كله يدور حول ان اي معونات تصل الى غزه، اي مساعدات تصل الى غزه، لابد من ان تصل اولا الى السلطه الفلسطينيه لتاكيد شرعيتها على انها المعبر عن السلطه الفلسطينيه، عن الشرعيه الفلسطينيه. اذا هي هذه الزياره حتى دعم لابو مازن نفسه في مواجهه خصومه اللي هم بيحاولوا يقللوا من شرعيته امام الشعب الفلسطيني. وفي نفس الوقت مطلوب من ابو مازن انه يكون منفتح على انه الشعب الفلسطيني لابد من انه يتلقى المعونات، ولكن هناك لابد من ضمانات ان تكون هذه المساعدات والمعونات ان تصل الى الشعب الفلسطيني وليس الى ايدي الجماعات القتاليه الموجوده على الارض. النقطه الاخرى انه زي ما قلت في مشروع باداره بايدن حاليا بتعد لي لاطلاق عمليه سلام مره ثانيه ما بين الفلسطينيين والاسرائيليين، ولا بد ان يكون الحديث مع ابو مازن بالدرجه الاولى، وبالتالي بلينكن يسمع من ابو مازن ما هي طلباته، ما هي اعتراضاته على المشروعات السابقه. طلبات وتصريحات ابو مازن محدده، حتى الانتخابات قال مش هتحصل انتخابات قبل ان ترجع القدس هي عاصمه فلسطين. حتى بالنسبه يعني الجمعه اللي فاتت كان الرئيس بايدن في لقاء مؤتمر صحفي وقال بالحرف الواحد نحن مع دولة يعني حل الدولتين وأن يكون وأن تكون القدس عاصمة مشتركة للدولتين. يعني هم الأمريكان لديهم أيضا تمام تصور تمام أنه أن تكون القدس عاصمة للدولتين. هل ده وارد أن يقبله أبو مازن والسلطة الفلسطينية؟ يعني بتكلم على الأطراف الفلسطينية كلها الأمر الفصائل بطبيعة الحال مسألة القدس هي الأكثر تعقيدا في الأزمة ما بين الاسرائيليين والفلسطينيين. لكن هو الطرح ده بيقدم على انه حل لا يؤدي الى تقسيم المدينه، لان حتى من الناحيه الفنيه تقسيمها يبقى في منتهى الصعوبه، وتقسيم الاماكن الدينيه ايضا تكون اكثر صعوبه، ولكن عندما تكون دوله دولتين وعاصمه واحده وهناك على الاحياء صعب ده مش موجود في العالم يعني. لا مش موجود، لكن هو حتى النموذج الحلول دائما مش لازم يكون في سوابق ليه، انت بتحاول تحل مشكله صعبه جدا وهي انك هتعمل ايه في الاماكن المقدسه، يبقى الحل انه يترفع وده كان في قرار التقسيم، حتى القدس لم تكن تابع لا الدوله العربيه ولا الدوله اليهوديه، كانت منطقه مدوله يعني في ده. الاداره الامريكيه للجميع بتبني على ده، بتبني بتقول انه حتى لما ظهر في قرار ال 181 لسنه 47 اللي هو قسم فلسطين ما بين العرب واليهود كانت منطقة القدس منطقة مدولة ولم تكن تابعة لأي من الدولتين. هل هيقبل أبو مازن بهذا الطرح أستاذ سعيد؟ الآن طبعا المسألة بالنسبة للفلسطينيين أقل وطأة من إنك تقول لهم أنتوا هتنسوا القدس الشرقية تماما، هناك الأحياء العربية سيرفع عليها العلم الفلسطيني، وهناك المناطق المقدسة للمسلمين والمسيحيين سترفع عليها العلم الفلسطيني أيضا. إذا الحل يمكن أن يدرس، الحل يمكن أن نرى كيف سيستقبله الشعب الفلسطيني، ولكنه اخف وطأة من ما قد تقوله اسرائيل بان المدينه موحده ولا سبيل الا لسياده واحده. ده هيبان في الفتره القادمه، وده هيبان في الفتره القادمه. بشكرك فندم، بشكرك شكرا جزيلا.